رزق لا ويلي ما قدر لي رزق لا ويلي ما قدر لي رزق إذن متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي أنتم معنا في بث مباشر مباشرة من جماعة مليلة إقليم بن سليمان. دعائي قدامكم متابعينا الكرام هي محكومة بالإفراغ. متابعينا الكرام قاموا معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم. السلام عليكم. انا ما عمري حضرت المحكمة حكم عليا زور، ما عمري حضرت ما عمري قابلت حكم عليا زور هذا الراجل، وانا ماشي جوارث معايا ما بيني ما بينه، هذا راه نصاب راه نصاب عليا الشفار الخطا القمار وانا قال لي بو اعطيني الفلوس قال لي بو ما عندي ما نعطيك. لا مرض عليك سيدي ما لحق لي ما قرب لي ما والو. قال لك هذا البلاد ديالي هذي شحال من عام تقريبا وعاول راه فايت 100 عام. واش درك شي حيدنا ولا نتسغل البلاد؟ ها؟ كنشل لا نتسغل لا شلا 100 عام وانا نتسغل. باش كطالبوا؟ ها؟ باش كطالبوا؟ اش كنطالبوا؟ كنطالبوا من جلالة الملك ترد المراه ظلم راه الراجل تعدى علينا وظلم علينا هو المخزن هو المخزن تاع بن سليمان ظلموا علينا بزاف نحنا محنونه محنونه بزاف هذا ما هو جاري ما هو وريث معايا ما هو ما بيني ما بينه انا الصعب هذا خطر قال لك كثر الحد كثر الحد لا الحد شتي الحد كثر الحد شتي ديالي بيني وبينه الوراثه 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 ديال الحاج عبد الرحمن هو ما عنده ولا وارث من الوراثه هادشي اللي كاين هو هذا الله يستر لا ينطلبوا من جلالة الملك شو من حنا الملك ما يراسوش هاد الشيء باري مالك من هاد الامور هما اللي داير لنا صهول حيانا الناس انت باغي الحق ديالك باغي الحق ديالي باش كطالب باش كطالب باش كطالب باش كطالب شنو المطلبات ديالك شنو المطلبات ديالي هاد الراجل يبعد مني الراجل ظالم محني والراجل باغي يدي البلاد ولا ظلم ولا بلا يديك بلا يخليك فين يعرف البلاد الناس باغي ينصب عليا صافي الشيء اللي كاين هو هذا. إذا متابعينا الكرام كما اكتدوا معنا مباشرة من جماعة مليلة إقليم بن سليمان بدا الدوار الحوار متابعينا الكرام فهاد الناس كيطالبوا فقط بالحق ديالهم كيطالبوا وكيطالبوا بالحق ديالهم متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر متابعينا الكرام إذا كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام في هذا الناس كيطالبوا بالحق ديالهم كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر كسر هذا هو الحد من هذا الحد فينا الحد اللي مخدوم
إذا متابعينا الكرام، في هذه الأثناء كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، مع البث المباشر سيدة صفات كتقول ان ضربها شي واحد. متابعينا الكرام، في هذا البث المباشر مباشرة اذا السيدة سقطت على الارض. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر إذا متابعينا الكرام، السيدة طلعت على الأرض. إذا متابعينا الكرام، السيدة ساقطة على الأرض. متابعينا الكرام، يا عباد الله.
إذن كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر يا ويلي 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 يا ويلي
إذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فالسيدة ساقطة على الأرض متابعينا الكرام. قتلها قتلها، شد 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 عليها، قتلها، شوف قتلها قتلها، وقف يمك بوحدك، قتلها قتلها. اخوان شكون اللي عنده لاكار ديال هاد السيدة عقلية؟ إذا متابعينا الكرام، بغيت النقل ديالها الآن إلى المستشفى الإقليمي ببن سليمان لتلقي العلاجات اللازمة متابعينا الكرام. إذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، كيتم النقل ديالها الآن مباشرة إلى المستشفى الإقليمي بن سليمان لتلقي العلاجات اللازمة متابعينا الكرام. إذن متابعينا الكرام، إذا متابعينا كانوا كتشاهدوا من الهبات المباشر مباشرة من جماعة من ليلة، هاد الناس كيطالبوا فقط بالحق ديالهم متابعينا الكرام. فدوى 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 زين أخ. مريق قتلها على حوان كزمت. حوان
لا ما تذكر سميتو. قتلها حوام. حوام اللي قتلها. كي اللي قتلها ضربها ضربها بالصباح. اذا كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشره من جماعه مليلة اقليم بن سليمان، فهاد الناس كيطالبوا فقط بالحق ديالهم هنا اكرم. هذا الرجل باغي يدير بلاد بلا ملك بلا والو عباد الله، راه ظلم هذا، راه ماشي شي على تسطا خرج عقلو هذا. طلع لي الكافر بالله عدو الله عدو الله ظالم. كبري من هذا الحكم، الحكم ديال الظلام، الحكم ديال النصابة، الحكم ديال الخطافات، النار الشفارة. مين بن سليمان وهذا الراجل راه الشفار، النار خطاف يا خطاف ديال عباد الله. باغي يدي البلاد بلا ملك، ما عنده ملك، ما عنده حجة، ما وارث الحياة ما بيني ما بينك. شنو ندير راه مشى حجة ما بيني ما بينك. ويشتو انا فين نحن فيه وخلوني نحن دو فيه. إذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من جماعة مليلة إقليم بن سليمان. خدام تنسالي تنسالي واخا سير تعطلتي. راني نمشي ولا باقا نزيد ندم صافي دير شي حاجه تصلح دير شي حاجه شدها موكو شدها موكو قول لي راه باغي يدير لي الخصيه راسي شتي لي هنا يا عباد الله 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 يا عباد الله
عمالك وبغيت تدينا حتى حنا رزقنا. قلت سي الحاج قلت سي الحاج قلت سي الحاج ضربها رزقنا. يا ويلي قتلها ورسلها مشات عاود تعاود تدير ويا ربي الكتيبه. إذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من جماعة مليلة إقليم بن سليمان.